تحتسم التدخل ديال الطرفين على المشكل ديال الفيضانات. حنا ما كنقولوا ما كاينش اي تقصير من ناحيه شركه امانديس في مجرى المنتجيه ديال اولا حنا كنقوموا بواحد عمليه تنقيه ديال هذه الشبكه ديالنا بصفه مستمره طول السنه. اذا هذا المشكل اللي تكلمنا عليه هو ديال لي ديشي لي ايفونتيرمون كيمشي من هذوك البلوات ما كاينش المشكل هذا. انا كنقوموا بصفه مستمره ومنتظمه قبل واثناء كندخلوا اثناء فيضانات وبعد فيضانات. اذا اللي وقع هو ان هذيك اولا اماديس غير ليست مسؤوله عن لاجيستيون يعني استغلال ديال الوديان. حنا هذا استغلال ديال القنوات، والقنوات كما عندهم واحد السميم على واحد انديمي واحد الصبيب اللي تم تسجيله يوم ديال يوم 8 فبراير، هي واحد تساقطات استثنائيه كما شار لي تقريبا في يعني الظاهر هذوك الاليات اللي عندنا تسجلوا لي بلوفيومات تم تسجيل تقريبا 50 ملم في ساعه واحده، وهذا كيفوق تقريبا 20 ساعه. يعني الفريكونس ولا لا باش كتوقع هاد الحده ديال هاد الفيضانات كتوقع. بالتالي لاحظنا كذلك انه في الساعه التاسعه اللي وقعت تقريبا الفيضانات ما بين 8 و 9 و 9:30، حنا بعد 9 تم تسجيل بان الفيضانات الاوديه اللي كتعبر مدينه طنجه كانت ديجا ممتلئه. هذا كيشير على الحده ديال الفيضانات. منذ زعما كيبين لي هاد التساقطات وتم زعما كاين التعديلات لجميع الموارد البشريه والماديه، وتم تقريبا تسخير حوالي 130 ديال الاشخاص اللي كانوا منتشرين ميدانيا في عده مناطق، مناطق حساسه اللي معروفين كتعرف يعني بتراكم ديال المياه البطاريه، وكانوا منتشرين كذلك بعض المنشات اللي كتعمل زعما محطات الضخ بالخصوص وكذلك انفاق. كذلك تم تسخير اكثر من 10 ديال لي زيتروكيروز لي كاميون لي روكيروز، يعني كيدخلوا في حاله ما كان